ماروني، لوكا ماروني، ماروني على مية، ما فيش تسلل، فيتال، إيمان، فيتال، هدف رائع، فيتال يسجل هدف الثاني لليوفي، لم يقف التسلل فيتال، كرة روضها، وعد بيبيس، وتمكن من إسكان الكرة في المرمى، الكرة في البورتا، لتعلن عن هدف ثاني لمصلحة اليوفي. دفاع الميلان يضرب في تعادل سريع بعد التمرير، ما كانش في تسلل، الكنترول من فيتال، مراوغه بامتياز واسكان الكره في الشباك، النتيجه 2-1، اليوفي يتقدم على يسار ميلان، فيتال، فيتال صاحب كلمه السر وكلمه التقدم، الكل توقع نهايه الشوط الاول بنتيجه 1-1، لكن كلمة وراء مغاير لفيتال.